نحن في كار ميتينج جديد وعربيات ازيد. يعني ايه ده؟ في عربيه اختفت من هنا، في عربيه اختفت، مين اللي سرقها؟ اوكي ان شاء الله الكار ميتينج اللي بعده يبقى ازيد وازيد وازيد لغايه ما نكمل السيشن كله. يلا نبدا باول عربيه، عربيه سنة، نقلب فيرست بيرسين كده. ايوه في نشره اخبار شغاله جنبي هنا. يا نهار، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، يا نهار ده ساعدني فري. والان مع عربيه عمر 1732، نشوف العربيه كده، تحس اللي هي عربيه جامده مله. ماشي، في اكسدام تحت هنا اهو، الازاز مكسور. صلح عربيتك بقى، صلح عربيتك بقى، هيجي يضربني دلوقتي. المهم، وكمان ازاز العربيه اللي ورا مكسور. يا عم صلح عربيتك، صلح عربيتك بقى، على فلوسك بقى. بعد كده نخش على دي جي ابو عبير ريميكس احمد ام 2000. تعالى فرجنا على عربيتك كده. يلا في واضح اللي هي عربيه معموله بكام بيضه العربيه دي؟ السماعات في كل حته، ده العربيه عباره عن سماعه هيدروليك. واضح ان اوبا، والنمره مكتوب عليها احمد. لا شغل جامد جدا، حاجه فول اوبشن. اوكي نخش على العربيه اللي بعديها، عربيه اس ديف. المهم اهو بيحرك لي ايده. معاه الزنتورنو، معاه الزنتورنو هنا. مروان تعالى اتفضل اشرح لنا الزنتورنو دي يا حبيبي. انت يا ابني ايوه تعالى اتفضل. ميدو مش موجود، هتهبل ولا ايه؟ ميدو مش موجود دلوقتي، انت مذيع احتياطي. اشرح لنا بقى ايه العربية دي، نظامها ايه؟ حضرتك العربية دي، انت صوتك بيقطع، انت مذيع فاشل. اقف مكانك، اقف مكانك. يلا لا لا مش لازم، هكمل انا. هجوم هجوم، بقول لك ايه، الرجالة موجودة كلها هنا، عملنا حفلة عليك هتموت. بس يا ابني هموت، بس يلا بس يلا يلا هموت يلا. معنا زنتورنو احمر في اسود، شكلها حلو مولة، بس في نيون خارج عن النطاق ليموني. ايوه وسبويلر ورا. نخش على عربيه مازن، طبعا مازن كله عارفينه يا سلام، بدله النمايف وسكوزي بيقور في مناخيره. ايه يالا القرف ده، يالا القرف ده، تعرف من ما تقورش مناخيرك قدامي. وانت يا عم شيل ايدك من مناخيرك. استني واحده لو سمحت، انت عايز تنخرب قول ستوب، يديك 5 دقايق نخربها على جنب. مش اكشن تسجيل تروح تضرب صباعك بتطير صاروخ في الفضاء. انت ايه؟ انت متحسش يا اخي؟ انت مش بني ادم. ده لسه فاكر يرجع. ده عنده بس ما تضربنيش، انا المذيع هنا، انا برضه بيرميها عليا. يا اخي انا مش ماسك عربيتك يا جدع. ده بس امسكها، الحاجه الوحيده اللي لان الكرو امبلم بتاعي موجوده على الكابوت العربيه. فنشوف كده العربيه زهيئه حلوه. في حد لازق ستيكر ورا العربيه، شوف مين اللي عمل فيك كده واضربه. صدقني كاتب، اكيد كاتب عليها حاجه. المهم خلينا نرجع لموضوعنا، عربيه اي كواليتي. يعني زياد بيعمل لي لايك، ما تنسوش تحطوا لايك بقى والاشتراك لو انت جديد فكرني. شكرا شكرا. المهم خلينا نرجع لكلامنا، العرب زي ما قال زياد كده، العربيه دي عامله يا نهار. بوتا دخل عمل اقتحام مفاجئ. اركن بس بالراحه بس، خلاص هو يعني خدش العربيه بالرحمه، ما تعملوش حاجه خلاص. المهم خلينا نرجع لكلامنا، عاملها مات اسود بس شكلها جامد جدا، والنيون ابيض من تحت، مش هيبان في النهار بيبان في الليل، حتى شايفين اهو. نخش بقى على عربيه بوتا. المهم جايب زنتورنو زوكا ويتشات حمراء مع حبه موف كده في الموضوع. فننتقل للعربيه يا وعربيتي بقى، اللامبورجيني التيم بيستا، يعني اللامبورجيني يعني الشقاوه كلها. طبعا شايفين، طبعا شايفين الكاوتشات الصفراء، في نيون اصفر بس انا مكسل الصراحه انوره، بيسحب بيشد بنزين. ونيجي لمروان، لا هنفوت مروان مش هنجيبه لان هو ضربني. لا هتجنن، يبقى نعمل مروان عنده. بص بقى بص على اللي انا
يا زميلي انت علقت يا زميلي قدام ايه ده؟ انت دخلت امتى العربية دي؟ هو هيتهور ولا ايه؟ قلل قلل قلل. لا استنى ده نطلع فوق بقى استنى يلا هوبا مرجحني يا سلام يلا هوبا واحدة يمين واحدة ورا يلا ايه يا جدعان كله هيركب يب. ايه يا ابني انت انت دخلت على عربيتي كده ايه ده؟ دلوقتي معانا عربية برو 2003 مش شايف الباقي ماتش حاجة كده ايه ده؟ يا جدعان بوتا الولف الولف اللي معانا بص بيبصلي نظرة شر ازاي يعني تحس وايه وشياكة شياكة يعني مش اي وجزمة بانس بقى وحاجات كده يا مروان في ايه يا مروان انا مش بكلمه هو يا ابني وعمل ليفت عمل ليفت على دوره نشرح عربيته بسرعة قبل ما تختفي عربية اكس ايتي موف تصميمها حلو ملة مش هنقدر نقول حاجة غير كده خد يا ابني صحابك واقفين هم انت رايح فين يا حبيبي يا بابا عندنا عربية زيزو زيكا تقريبا دي هي دي عرب فين يا ابني هو فين اهو واقف غوريلا وبوكسر عليه قلوب وتاتوز في كل حتة لا 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 ما ينفعش كده ما ينفعش كده ايوه صورني بقى صورني بقى يا معلم صورني طبعا ده غوريلا متنرفز اكيد نشوف عربيته كده من الله انزل كده مين ده انزل كده مروان من على العربيه دي زي ما انتم شايفين علامه الماسونيه موجوده في العربيه اكيد زيزو زيكا ده ماسوني ثانيا في قرد بيحرك دماغه اللي هو بيهودك ده كده اللي تقول له اعمل حاجه يروح عامل لك اهو شوف بيحرك العربيه مين وشمال انت هيتهور ولا ايه خلاص خلاص نشوف بقى العربيه الثانيه عربيه العربيه دي عربيه ابن خالد يا سلام على الشياكه والاناقه والالاجه طبعا معاه قميص وبنطلون يلا مش مهم يلا بينا يا عم انا مالي اللعبه والبارتي علقت استنى 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 احنا نشوف عربيه بوتا عربيه خالد ولا ايه لخبطتني عربيه خالد عربيه حمراء اسمها ايه العربيه دي كروتي تريسمو التريزمو ار اوكي العربيه دي يا ابني ايه ده بقى خدتني ايه يا جدعان انتوا الاثنين راكبين مش عارف انا ايه ده المهم زي ما انتوا شايفين عربيه خيانه يا خالد فيها لسه بشرح عربيتك ده عقابا ليك مش هشرح اي عربيه في كروما هنا بقى الكروما وكمان ارمورد يعني ده في معجنه هنا واضح ان في مصارعه ما بين الناس كلها يا نهار في يا جدعان خلاص الكار ميتنج تتقلب ومش عارفين هنعمل ايه دلوقتي ومن الواضح ان كل الناس بتضرب في بقى يا نهار انا هاجي انا طبعا يا نهار يا جدعان احنا كنا لسه اصحاب قلبت حرب ليه يا ابني انت وهو يا نهار اسود الكار ميتنج بقى مهبهدله على الاخر فينك يا ميدو فينك يا ميدو كنت بتظبط الاداء اي حد يضرب طلقه من هنا كانت بتديله واحده من هنا يا نهار ابيض يا نهار ابيض في غياب ميدو يا جدعان يعني انا مش هعمل كار ميتنج تاني الا لما ميدو يجي واضح ان الستيشن كله بدا يدب في بعضه وانا البريء فيهم يا